بعد التقدم العسكري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي كهبوب والمضاربة في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة لحج، تحاول الميليشيا الإنقلابية تعويض خسارتها في الأجزاء الشمالية من المحافظة، حيث شنت العديد من الهجمات على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة كرش الواقعة ضمن إطار محور العند العسكري. فخلال الأيام القليلة الماضية قصفت الميليشيا مواقع الجيش الوطني، خصوصا التبة الحمراء، كما استهدفت قذائفها قرى ومنازل المواطنين التي كان لها النصيب الأوفر من القصف في منطقة كرش. أما في الجانب الآخر من المعركة، تقول المصادر الميدانية إن 4 من الميليشيا قتلوا وجرح 3 آخرون في مواجهات عنيفة دارت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين. وتؤكد المصادر أن الميليشيا حاولت التقدم للسيطرة على بعض المواقع فمنيت بهزيمة في صفوفها، فيما فر العشرات من عناصرها مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر. وكانت الجماعة الإنقلابية دفعت بتعزيزاتها إلى عدة مناطق في جبهة كرش بغرض التقدم وإحداث توسع في رقعة المعارك.